نفوذه قوية وممكن يعمل حاجة يخلي النادي الأهلي ما يشاركش في كأس العالم للأندية، مع إن كل اللوائح والقوانين مدية الأهلي هو يعني مخليه الأهلي هو اللي في الصورة وهو صاحب المشاركة في كأس العالم للأندية بما إنه وصيف لدوري أبطال أفريقيا. ولكن فوزي لقجع يا جماعة، رئيس الاتحاد المغربي مش بس كده، ده نائب رئيس الاتحاد الأفريقي عايز يتدخل ويتكلم في فكرة في غاية الأهمية. الفكرة بتقول باختصار شديد جدا ان المفروض اللي يشارك في كأس العالم للأندية هو بطل الكونفدرالية او صاحب الكونفدرالية وهو نهضة بركان مع الوداد المغربي، مش النادي الأهلي. ايه اللي يخلي النادي الأهلي يجي مع انه وصيفه في حد واخد بطولة افريقية وهي الكونفدرالية الافريقية، ليه ما شاركش هو مع الفريق؟ ده اللي هيعمله في الوقت الحالي فوزي لقجع الرئيس الاتحاد المغربي. عايز اقول لك ان الراجل ده في بعض التصريحات كان دايما بيجي ضد النادي الاهلي في اثناء كمان المباريات اللي كانت بتتلعب في دوري ابطال افريقيا ونهائي المباراه، وعارفين طبعا احنا قصه نهائي دوري ابطال افريقيا وملعب المباراه وكلام كتير جدا بخصوص الموضوع ده. ولكن كل اقدر اقوله لك ان كل اللوائح والقوانين بتنص على ان الاهلي هو الاحق بالموضوع ده، او ان هو اللي يشارك بدل نهضه بركان، لان نهضه بركان اصلا مش مذكور على الاطلاق. ولكن كل اقدر اقوله لك ان نفوذه قويه الشخص ده، وبالتالي ممكن يخلي الموضوع يكبر شويه، وبالتالي ممكن يخلي الموضوع كمان يوصل لمرحلة ان فعلا الاهلي ما يشاركش في كأس العالم للأندية. دي يعتبر التصريحات اللي شغالة في الوقت الحالي في المغرب، وموجودة كمان مع بعض الصحفيين والإعلاميين المصريين، ودايما كل الناس بتتكلم عليها. ولكن طبعا حبيت اجيبها لحضراتكم واقول لكم القصة ماشية ازاي بالظبط. الراجل يا جماعة رئيس الاتحاد المغربي فوزي لقجع عايز يخلي نهضة بركان هو اللي يشارك مكان النادي الاهلي بما انه صاحب بطولة افريقية والوداد المغربي صاحب بطولة افريقية، فالمفروض هما الاثنين دول اللي شاركوا في كأس العالم او في المونديال. تحب تقولي لفوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي؟ اكتب لايك في التعليقات ولايك وشير الفيديو ده عشان يوصل للناس.